تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب. هذا نصها: صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى، يسعدني أن أرفع إلى سموكم الكريم خالص التهاني والتبريكات في هذا اليوم الذي نحتفي فيه مجددا بمسيرتنا الوطنية المباركة والتي يقود خطاها نحو المزيد من النماء والازدهار حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وفي هذه المناسبة نستذكر ونثمن عاليا دوركم الوطني الراسخ في إدارة دفة العمل الحكومي باقتدار وحنكة، مما كان له الأثر الكبير والواضح في إنجازات العمل الحكومي وتوثيق أطر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يدعم المسيرة الوطنية خدمة للوطن والمواطن الذي يأتي في مقدمة الأولويات جميعا. سائلا الله العلي القدير أن يوفقكم ويسدد دوما على الخير خطاكم ويديم على سموكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر، ودمتم سموكم سالمين موفقين. ابنكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ردا على برقية سموه المهنئة له بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب. هذا نصها: صاحب السمو الملكي الأبن العزيز سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد كان من دواعي سرورنا أن نطلع على برقية سموكم الكريم المهنئة لنا بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي النواب والشورى، والذي أقيم برعاية سامية وتشريف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبما يعكس ما يحرص عليه جلالته من دعم وتعزيز لدور السلطة التشريعية في ترسيخ الحياة الديمقراطية في البلاد. وأنه ليطيب لنا في هذا الصدد أن نعرب عن شكرنا لسموكم على ما أبديتموه من مشاعر نبيلة نعتز بها كثيرا، وكذلك عن بالغ التقدير لما تواصلون بذله من جهود طيبة إسهاما فيما نسعى إليه جميعا من نهضة وتقدم ونماء لبلدنا الغالي. داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموكم وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.